بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وقفة احتجاجية تحت عنوان مرضى فقر الدم بولاية الطارف في ستغيتون. نحن الآن في 3200 مريض. انشغالاتنا الكبيرة أنه كان هناك مركز لمرضى فقر الدم ببن مهيدي تم غلقه من قبل بأمر من مدير الصحة لولاية الطارف. منذ ذلك الوقت يعني منذ جانفي 2021 لحد يوم الناس هذا هناك 600 طفل قاعدين يعانوا، من بينهم 80 طفل مهدد بالسكتة الدماغية من حين لآخر. المرض انتشر بصفة متسارعة 100% كل 4 سنوات، يعني بعد 4 سنين حيكون العدد 6400 مريض، وبالتالي ستكون الطارف أكبر منطقة بها هذا المرض ربما في إفريقيا ككل. فقر الدم الوراثي، يعني رانا ما لقيناش أرواحنا خلاص كيف حتى وين نداويه ولادنا مرضى، رانا ما لقيناش وين نداويهم. نحن رانا عيينا في بالمرض هذا تاع فقر الدم، رانا عيينا خلاص ما لقيناش وين نشد. مديرية الصحة توله بينا شوية وتخزرنا بعين الرحمة، ولادنا مرضى، الأنيمي وراثي كاتر ياسر عندنا هنا في ولاية الطارف. ولادنا مرضى تشوفوا فينا، ما حبوش عملونا سبيطار ومن بعد نحو هنا سبيطار تاع فقر الدم، ودرك انا نعاني وما لقينا وين نروحوا. كل مره نروحوا لبلاصه يطيشونا ويمشوا فينا ويجروا فينا واحنا نعاني. ولادنا ربعه ها مرضى، ولادي ربعه وما لقيتش كيفاه ندير وين نروح. فيما يخص مركز الصحي ببن مهيدي اللي هي عياده متعدد الخدمات رقم 2 راهي تقوم بالمهام تاعها حسب ما ينص عليه القانون، تتكفل بكل المرضى بما فيهم مرضى فقر الدم. وعلى مستوى الولايه هناك 4 مستشفيات، مستشفى الطارف، مستشفى القاله، مستشفى بسباس، ومستشفى بوحجار، يتكفلوا بهذه الفئه الهشه من المرضى.